فقرة تريندينج اليوم رح نتابع موضوع فيس أب اللي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة، فبعد الإقبال الكبير ونشر العديد من رواد مواقع التواصل صور لهم أكبر أو أصغر سناً، غرد آخرون محذرون من استخدام التطبيق اللي كان قد حذر منه خبراء رقميين منه فجر اليوم بسبب سياسة الخصوصية للتطبيق اللي بتسمح باستخدام البيانات الشخصية من الصور والفيديوهات وعنوان بروتوكول الإنترنت IP. وتعقيباً على هذا الموضوع غرد حساب باسم الدكتور عبدالله المقرن وقال تحت هاشتاغ فيس أب: مبروك، لقد تم السطو على جميع صورك وخصوصياتك، مع تحيات شركة وايرلس لاب الروسية. وأيضاً علق حساب آخر باسم محمد نزار على التحذيرات اللي وردت بتغريدات قال فيها: خبراء يحذرون من تطبيق فيس أب الشيخوخة الذكي. وأثار الإعلان الرسمي عن التواصل مع الفرقة الأشهر عالمياً وصاحبة أعلى دخل لعام 2018 و2019 فرقة BTS لتتواجد في موسم الرياض والأول مرة في الشرق الأوسط، ضج على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية تركي آلشيخ بتغريدة على حسابه في تويتر وعلى هاشتاغ موسم الرياض، غرد آلشيخ عن مشاركة الفريق الكوري الجنوبي لموسيقى البوب BTS بموسم الرياض الترفيهي. وقال بتغريدة عبر حسابه في تويتر أنه تم التواصل مع فرقة BTS لإقامة حفل لها في موسم الرياض. وغرد أيضا حساب على تويتر باسم جوهرة بنت محمد: بعد ما شفنا سوبر جونيور في موسم جدة، الحين رح نشوف فرقة BTS في موسم الرياض. وحساب أيضا آخر باسم 11 شكر الجهود المبذولة في موسم جدة السابق وأكد على مساهمته بتطوير المرافق العامة وزيادة السياحة. وقال بتغريدة ردا على آلشيخ: جهودكم الجبارة بموسم جدة انعكست بشكل إيجابي على جدة وسياحتها، شفنا المرافق العامة تطورت كثير وصارت تستاهل الزيارة.